مفاجأة يكشفها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لا زال خيار F-35 مطروحاً. خطوات ملموسة بخصوص مقاتلات F-35. في تطور لافت، أدلى وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار بتصريحات غير مسبوقة حول خيارات شراء مقاتلات F-35 لايتنينج و F-16 بلوك 70 من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي إشارة إلى صفقة شراء تركيا لطائرات F-16 بلوك 70 أولاً، قال الوزير أكار إنها تسير ببطء بعض الشيء، وهذه هي أهم نقطة في المشكلة، لكنه نوه أن اللقاءات الوزارية التي عقدت مع وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض تشير إلى أن واشنطن تدعم تنفيذ الصفقة. وتابع الوزير أكار قائلاً: نحن ننتظر حالياً مرحلة الكونغرس، ونتوقع أن يتخذ قراراً يتسم بالعقلانية ويتوافق مع رغبات تركيا وأمالها، مبدياً توقعاته بخطوات إيجابية وملموسة في أقرب وقت ممكن. وشدد وزير الدفاع أكار على أن تركيا ليست في مأزق، وأنها ليست عاجزة في هذا الصدد، لديها بدائل كثيرة، موجهاً نداءه إلى المسؤولين في واشنطن بعدم جر الأحداث إلى أماكن غير مرغوب فيها. وفي الوقت نفسه قال أكار إن مفاوضات الحصول على مقاتلات F-35 الشبحية لا زالت مستمرة من الناحية المالية والسياسية والفنية، وربما تشهد انفراجات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تهدف إلى إعادة 1.4 مليار دولار، بالإضافة لتسليم 5 مقاتلات F-35 شاركت صناعات الدفاع التركية في تصنيعها وإنتاجها، ما يجعل تسليم هذه المقاتلات 5 حقا لتركيا لا يقبل المساومة.